في الموطأ. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا الحديث مرسل لأن سنده ينتهي إلى عطاء ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مرسلا فإنه مرسل تابعي، ومراسيل التابعين كما سبق ضعيفة، ليست كمراسيل الصحابة رضي الله عنهم في حكم المرفوع، فيكون هنا علة في هذا الحديث وهو علة الإرسال. لكن جاء الطرق تدل على أن عطاء سمعه من أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا مثل هذا النص أو قريب منه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فارتفع بحمد الله للإشكال.